خطوة حلوة قوي يا يوسف، ربنا يوفقك يا حبيبي. ميرسي يا وكل. النبي يا اسماعيل بلاش ننفخ فيه قوي كده، لا ينفجر في وشنا. احنا براحتنا على فكرة، ابننا وعايزين نفرح بيه. اطلع انت من هنا يا فايز، انت حيال ابوه يعني. هو بابا كده يحب يشجعني بس بطريقته. ايوه. انتوا عارفين في الموضوع ده كله يوسف ما خدش مليم من فايز، كل ده من فلوسه وشغله هو. ربنا يحفظه لك يا رب. لا ويا اونكل، كلها 3 شهور وعامل مشروع هيبهرك. انت طموح جدا يا يوسف، وده اللي انا بحبه فيك. ومشروعنا بقى كبير يا سيجو، هتعمله امتى ان شاء الله؟ مشروع ايه يا فايز؟ يا سيدي عايزين نناسبك يا اسماعيل، تتكرم بقى تسمح لنا. ده يشرفنا. هو في زي يوسف؟ انا بس كنت. مساء الخير تيكو، ايه الحلاوه دي؟ يا رايك شرفتك طبعا. على فكره انت صوتك حلو قوي. ميرسي قوي يا انكل، شكرا قوي. طاهر صديقي يا بابي. انت هتيجي تغني في فرح ندى ويوسف، افتكر ان انا قلت لك الكلام ده وتجيب فرقتك معاك. لا فرح ايه يا انكل، احنا مبروك. لسه مبروك. عن اذنكم لازم. يا اهلا يا دكتور. هيا انا جاي اقول لك كلمتين بخصوص علي ولازم امشي على طول. خير؟ قلقتني. مش مهندس، انت لازم تقلق فعلا عليه، وتقلق قوي كمان. موضوع المخازن ده صح؟ هو حكى لك عنه؟ لا، انا جاي اقول لك ان النهارده اخر يوم لعلي معايا في الصيدليه. ابنك كان هيحبسني انا وهو، لولا ان ربنا ستر انا كان ممكن ابلغ عنه، بس انا عملت لك خاطر لاني عارف انت مين. ليه بس؟ وحصل ايه؟ علي خان الامانه، ثقتي المطلقه اللي انا كنت مديها له، انا كنت مسلمه الصيدليه ومخزن الادويه والفلوس كل حاجه. كان بيزور روشتات ويخرج ادويه مجدوله للمدمنين. ما كانش يضحى بنفسه بس وبيا انا كمان. لو مكتب مكافحه المخدرات كان خد خبر كان هيشمع الصيدلية ويحبسنا أنا وهو، وافقد اسمي وافقد سمعتي وسمعة الصيدلية. زي الكلام ده حضرتك اتأكدت من الكلام ده يا دكتور؟ النهارده هو كان طالب إذن طبعا عادي، وأنا كان لازم إن أنا أكون ريبليسنج مكانه في الصيدلية. شوية ودخل واحد شكله مريب، برشامجي، أنا بعرفه من أشكالهم. قبل ما يدخل كان بيحوب كده حوالين الصيدليه، عمال يعدي قدام الباب رايح جاي ويبص. انا مش عارف بيبص على ايه. كان بيبص على علي، ولما دخل سال عليه، جرجرته في الكلام وفهمت ان انا ممكن اديله طلبه بس اتاكد، وحكى لي كل حاجه. قال لي علي كان بيعمل ايه، انه كان بيخرج يسلمهم الدواء بره عشان خاطر الكاميرات. هددته وقلت له اني هسلمه، طردته بره، ورجعت الكاميرات ورجعت الروشتات ورجعت الدواء. أنا كان لازم أسلمه عشان يكون عبرة لكل دكتور ينسى القسم المقدس ويتحول لديرة الحقير للمدمنين. بس أنا عارف حجم الكارثة، خسارة شاب في شطارته وفي ذكائه، خسارة إنه يخسر حياته تبقى نهايته كده. باشمهندس حسن، أنا آسف، أنا مش لاقي كلام أقوله لك، مش هقدر أساعدك أكثر من كده، على إذنك. أنا غلطانة إني اتعصبت، ما استوعبتش الظروف، وما قدرتش إن أنت اللي كنت السبب في اللي حصل لها، فما كانش ينفع تمشي وتسيبها. أنا آسفة، بس أنت عارف قد إيه أنا كنت عايزاك تشوف بابا. أنا شفت بابا وماما، اتكلمت وسمعت. كنت عايزاني أسمع إيه تاني؟ على فكرة أنت أول ما مشيت أنا قلت لهم مفيش الكلام ده،
وان انا ما بفكرش في الجواز ده خالص، ويوسف الحقيقه قال نفس يوسف الكلام. الحقيقه يا ندى ملوش ذنب، انا مش زعلان منه، عشان هو لو مفيش يوسف ابوكي هيخلق يوسف تاني وتالت ورابع. وما تقوليليش بقى بلاش جو الافلام ده، عشان دي مش افلام، دي الحقيقه، ولو انت مش واخده بالك منها يبقى بتضحكي على نفسك يا ندى. ابوكي عمره ما هيرضى بيا يا ندى. انا ما عنديش الاوبشنز اللي عند يوسف، وما تقوليليش معاك قلبي، عشان اهلك ما بيفرقش معاهم قلبك مع مين، بيفرق معاهم الجيب اللي هيصرف مين. هي دي المعادله، جيوب بتتجوز جيوب. انا بس مستغرب ازاي ما كنتش واخد بالي ان احنا مش شبه بعض قوي كده من اول عربيتك لحد طريقه تفكيرك. احنا مش شبه بعض هنا ده، وهاجي اغني لك فرحك متقلقيش. طب ساعتها اللي انت بتقوله ده، والله ده اللي اتقال لي. طب انا بحبك ما تهزرش. أول حاجة فكرتي تعمليها عشان تغزيني إنك تقعدي جنبه وتتكلمي، عشان كنت زعلانة. حتى لو يا ندى عمري ما كنت أتخيل إنك بتفكري بالتفاهة دي. بس عارفة دي مش تفاهة، أنت اخترتي صح. ممكن تبطل غباء عشان أنا وأنت اللي هنندم في الآخر. أنا يا سيدي تأسفت ومش عايزاك تتأسف. انسى كل اللي حصل واحنا زي ما احنا. قوليلي، عايزة نفضل معاكي وأنا عارف إنك مش ليا؟ آه ليا 100 حل يا دكتور. ولا حل واحد من المية دول يا ندى ينفعني. أنا موجوع أكتر منك بكتير، بس أنا مش عايزة أفضل عايش موجوع على طول. طيب ماشي، خلينا مع بعض صحاب، بس ما تبعدش عني من فضلك. انا ما اعرفش اعيش زي وانت مش موجود في حياتي يا دور. ولا انا، انا كمان مش عارف اعيش من غيرك ازاي. ايه بقى اللي حصل؟ ما قلت لك سيبنا بعض يا بابا خلاص. مالك متعصب ليه كده؟ هكون متعصب ليه يا بابا؟ ده طبيعي. ما كانش ينفع تكملوا مع بعض يا طاهر واهلها زي ما انت بتقول كده. حتى لو كنتوا اتجوزتوا كانوا هيمرروا عيشتك. وانا ما احبش انك تعيش الصراع ده حبيبي. انا مستغرب الصراحه، انت شايف الموضوع ازاي بسيط كده؟ بابا انا قلت لها كل الكلام اللي يوجعها في موضوع الفلوس ده، بس انت مش واخد بالك من حاجه. انا بحبها من زمان قوي، من سنين على فكره. انت المفروض اكتر واحد تحس بيا. انت حبيت واتجوزت اللي بتحبها وخدتنا معاك في حكايتك، وكلنا انا حبيت اللي تناسبني. ما هي ناديه لو ما كانتش تناسبني ما كنتش حبيتها اصلا. وانا ندى كانت تناسبني يا بابا. هو فين ده؟ كانوا اغنى مننا ماشي، بس يعني ما ياما في قصص حب كتير كملت، وكان فرق الفلوس واضح ما بين الولد والبنت. ما تقوليش بقى الولد. المشكله مش في مين معاه فلوس اكتر. امال المشكله في ايه يا بابا؟ احنا شايفين الفلوس ازاي؟ ده اول سؤال سالته لي ناديه وهي بتتعرف عليا. انت شايف الفلوس ازاي؟ وهل لها تاثير على اختياراتك ولا لا؟ عارف جدك كان بيقول لي ايه؟
كان بيقول لك ايه يا بابا؟ لما تحب حب واحدة هي وأهلها شايفين الفلوس زي ما أنت وأهلك شايفينها، لأن ساعتها هتوزنوا الأمور كلها بميزان واحد. أنت وندى سكينة الحب كانت سرقاكم. طبعاً هي قالت لك موضوع الفلوس مش فارق، وأنت قلت لها لأ فارق، وتناقشتوا كتير وأقنعتك بالفكرة، صح ولا لأ؟ لكن ساعة الجد مش هيحصل. وعلى فكرة كنت هقول لك نفس الكلام لو احنا اللي اغنى منهم واهلها شايفين الفلوس كده. فربنا بيحبك يا حبيبي، كويس انك فوت لنفسك، وانا عارف انك زعلان وتعبان، واكيد هي كمان، بس ده الصح صدقني. بقول لك، هي كلمتك من ساعه ما سبتوا بعض؟ كلمتني وكلمتها، اتفقنا نبقى اصحاب. اهو ده بقى جو اللي انا ما بحبوش. جو ايه يا بابا؟ ده مش طبيعي يا حبيبي، بقالكوا سنين بتحبوا بعض لحد يوم الاربعاء والخميس خلاص هنبقى اصحاب، مفيش حاجه اسمها كده. بابا بعد اذنك بلاش الطريقه اللي بتتكلم بيها معايا دي. بلاش انت تضحك على نفسك وتصدقها. رايح فين؟ مش عايز اتكلم. هنتغدى مع بعض وما تشوحش. على فكرة أنا كلمت علي وقال لي إن هما في الطريق. شفتي؟ اتقبل في الشغل أهي. قالت لي الحمد لله يا رب. الحمد لله. نادية ممكن أطلب منك حاجة؟ لا. ليه يا نادية؟ عشان عارفة أنت عاوز تكلمني في إيه؟ وأنا وهي متفقين على اتفاق. طب عشان خاطري. بصي، واحد من اخواتها هيروح معاها ومش هيسيبها خالص، تمام؟ وتبقي مطمنه عليها على الاخر وسيبها تجرب. لا يا حسن، انا بقول لك عشان خاطري يا نادي، وهي لو اتقبلت هتجيب لك الدور لحد عندك وانت تقول لي رايك فيه براحتك، صح يا هند؟ ايوه طبعا، ده اكيد هعمل حاجه من وراك. يعني هو انا يفرق معايا الدور كويس ولا لا؟ انا مش عاوزاكي تشتغلي الشغلانه دي. ليه يا ماما بس؟ ليه يا نادية؟ كده هي هتبقى هواية جنب الدراسة، وبعدين ايش عرفني يا ست؟ مش يمكن يطلع عندها موهبة؟ طاهر هيوصلها ويرجعها تاني. هوصل مين؟ هتوصل أختك، عندها ميعاد هتوصلها وتجيبها. عندي مواعيد يا بابا. أنا عندي مذاكرة مش عارف أنزل. أنا أقول لك خلاص هوصلها. وتوصل ليلى السنتر كمان. حاضر يا بابا. حبيبي انت يا طاهر. ايه يا حسن؟ هو انت بتتفق على اساس ان انا موافقه؟ ما خلاص بقى يا ناديه، انا قلت خلاص يبقى خلاص، ماليش كلمه في البيت ده ولا ايه؟ سيرك في الاداء بت تحفه. مش حلو. لا حلو. ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اوبا سريعه. طب خش. الحلويات يا عم. ايه ده؟ الله اكبر الله اكبر. كنت عايز اشتري كام حاجه كده فقلت اخد اروى معايا. يعني ايه رايكم في الشياكه؟ فظيع. قمر قمر. افهم من كده انه قمصاني هتترحم؟ اقفل عليها كده بقى. طب وهتسلفني البنطلون ده مره كده الريش ده؟ اه طبعا، بس هترجعه. ايه يلا بينا احنا عشان معادلي. انت طلعت فنان بقى. نجم. ماشي يا عم التريق. متغيظك؟ ما بقتش فارقة. انتي رايحة فين؟ يا هند. ندى ازيك؟ هاي. عايزاكي. طيب اتفضلي انا هقوم. ثانك يو. يو ويلكم. يوسف. هند هاي. ازيك؟ خير؟ بصي باختصار شديد كده، انا عارفه ان انت زعلانه بسبب حاجه انا مش عارفاها، بس هي ليها دعوه بيا انا وطاهر. انت وطاهر؟ مش فاهمه.
طاهر بيحبك يا ندى. معلش، هو ده هيفرق في ايه؟ انا بقيت بحبه. مش مصدقاكي. لا صدقي، انا فوقت زي ما اكون كنت متخدره وبضحك على نفسي. وعلى فكره مش انتي السبب، لو حاسه بالذنب يعني او تتكلمي معايا عشان كده. ولو انتي السبب فثانك يو بجد. بصي يا هند، في حاجات اهم من الحب، وهي للاسف مش موجوده بيني انا وطهر. فاهمه قصدي؟ الكلام اللي قلته لها اقول لك انت كمان. انا بس في الاول ما كانش عندي المساحه ان انا اقول لك ان العلاقه دي ما كانتش هتكمل اصلا. هو باين قوي كده؟ طيب انا بس ما كنتش عايزك تفهم غلط الصراحه. تفهمني صح؟ طبعا انت فاكرني عايز ندى، مش كده؟ ده مش حقيقي يا طاهر. هي عايزاني، انا لا. ايه ما تستغربش قوي كده؟ ده الطبيعي. ان انا اول ما تسيبك هتروح لاقرب واحد ليها، والاول هتكلموا كاصحاب، وبعدين هتعوز تقرب. بس انا من الاول وانا مش عايز اقرب. ليه؟ مشاعرها ناحيتي مش حقيقيه. عارف لو كان بعد سنة أو سنتين كنت ممكن أفكر إن أنا أقرب. هي اللي بتعمل إيه كل هند؟ طلعت شخصية لطيفة قوي. أنا من ساعة ما شفتك مع طاهر وأنا بقول مين دي؟ أديك عرفت. طب إيه رأيك في المكان؟ حلوة طبعاً الفكرة، بس هي صراحة ممكن تكبر أكبر من كده بكتير. ما احنا هنفتح فروع تانية. لا مش تكبر بفروع بس، يعني قصدي مثلا ممكن زي ما بتستقبل فرقة مزيكا تستقبل ستاند اب كوميدي. في ولاد وبنات بجد شاطرين قوي في الموضوع ده ومش واخدين فرصتهم، يعني يتمنوا اللي هم يتقدموا للناس أكتر. فممكن مثلا تقسم بروجرام المكان إنه 3 أو 4 أيام مزيكا 3 أيام ستاند اب، يعني تعمل ميكس كده ما بينهم طول الاسبوع. فكره جامده. فكره حلوه قوي فعلا. انا هعمل كده. تمام، جود لك. لا تمام ايه؟ تمام وتمشي يعني؟ انت اللي هتمسكي الموضوع ده؟ لا انا ما عنديش ولا خبره ولا وقت. طب فكري طيب. لا مش محتاجه وقت افكر حتى. ندى مش انت تبقي شريكتي؟ اقنعيها. ايه ده؟ هو انتوا هتتشاركوا؟ ايوه. مستغرب ليه؟ مش مستغرب بس ما كنتش متوقع ان الموضوع هيحصل بسرعه كده. لا عادي، في حاجات بتحصل بسرعه. اظن انت اكتر واحد عارف الموضوع ده. يلا يوسف عشان نكمل كلامنا. يلا على اذنكم. فرصه سعيده. فرصه سعيده قوي يا هند. باي يا ند. عايز تمشي؟ مش يا ريت. جيب حاجتي بس. باي باي. باي باي. زعلان طبعا انا عارف. انا كنت متوقع على فكرة. هي من اول ما شفته وهي معجبة بيه طول الوقت بتكذبني وبتكذب احساسي وبتحاول تثبت لي العكس. واهو ما جاتلها الفرصه تعمل كده في يوم وليله. طب ما انت قلت لها هنسيب بعض في يوم وليله. بس ما قربتش من حد يا هند، ما عملتش زيها، كانها ما صدقت. يمكن بتغيظك يا طاهر. صغرت في نظري قوي. هند مجدي كانت ادت لنفسها فرصة حتى تزعل عليا زي ما انا زعلان. حاسة بيك والله، لدرجة اني مش عارفة اعمل ايه عشان متبقاش متضايق كده. انا تمام، انا زي الفل. اشترك في باقات واتشت الشهرية بتبدأ من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية تبدأ من 150 جنيه.